بالرسمي الوشمة هدايا في يدي. شنو حكايتها بالجرائي؟ ليش هدايا؟ والله ليش هديك يا صاحبي غلطت. ما تخبيهاش عن مخبيهاش. ولا ليه؟ حاجة عادية. غلطت صوت صغير. شامك؟ وندمك. غلطة. غلطة. وننصح العباد الوشمة. كيفي أنا كثير عندي فلوس أنا نمشي تنحيز. توا مخدينها بيس مشي بيس كيفاش فهمتني انت مثلا اول ما عملت شنو الحاجه اللي جات في مخك هذيك شنو السيمبول ولا كتبت تصليح كتبت نو بين نو جاي لألمنا رحمه من بعد جيت نحسب فيها لألام رحمه معناها جيت نشوف انا مسلم فهمتني انا من محمد انا من ربي واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله فهمتني من بعدك جيت قلت الحاجه هذيك ماهيش نتاعي عندك النيه عندك النيه انت باش نحيها راهو معناتها ربي سبحانه والاعمال بالنيات يا ديبش نحيها هذا اليوم قدوة حتى كان اليوم انت علاش عملتها علاش عملتها انا علاش عملتها عراب ولا عالشام مش عراب مش على حتى شيء باش نقول لك كيما اي واحد غلط يكذب عليك اللي قلنا كان عملت حاجه من مخي شوف في هذاك موشم وشوف في هذاك موشم وانا صغر وتيجي تدري شنو ركبت لي مشيت وشم خويا عملت وشم فهمتها كيف وتمشي وجيك ويجيك نهار واللي عندك فلوس تمشي تنحي وننصح اللي مازالوا ما وشموش بغير ما يوشموا واللي موشم قادر باش ينحي ينحي على خاطر باش يجينا نهار اخر وباش نرجعوا لربي واللي قاعدين نبعدوا على ديننا برشا العباد الكل ترجع لربي هذه مش ملحد ولا حاجه يا دي تمشي تشتغل توفي فهمتني اما شو استكايه مساج وكذا ندمت عملت تواج برشا ندمت برشا برشا فهمت ونورمال معناها انصح اللي يحبوا يعملوا اللي يحبوا يعملوا تواجات وكل شيء انصحهم كلهم مارس انت مجرب على ترسي انا تو ترسي هيك اثبت الموضوع هذا قول لي اسكو انا صحيح ولا غلط سمعت مثلا اللي عمل وشمه صغيره لازم يكمل وشمه اخرى مش باللازم معناها لازم اما شنيا قال لك يبدا الغرام بتاعها بعد كده كفلوا على الثانية على الثالثة والكحران هذا كله من كليماتيزور برشا يسخنوا به وهو يا معلم يسقط فهمتني سقوط توا حكيت أربع أيام مسكرين من جرة شنيا مشينا مثلا بحرنا صبحنا كي هنا من كليماتيزور أما كل واحد كيفاه مش معناها نحكي على هذا وهذا وهذا طب كمل توا ما تحكيناهمش على كليماتيزور أنا قلت لأخوي حلوا صفحة جديدة حلو صفحة جديدة معناتها تنسى اللي فات اي حبي نحلو صفحة جديدة وصر لي بينك انت وربي سبحانه ماشي انا نحكي لك نحل صفحة جديدة مع الدولة انا نحكي لك معناتها نحل صفحة جبنا بالدولة معناتها نحل صفحة جديدة معناها مع ربي سبحانه قول يا ربي معناها انا عندي حاجة معناتها من عند ربي سبحانه مكتوبة راهو باش تطلع للسماء باش تطلع لبرا في تونس باش تمشي باش شريت الكل راهي ماهوش باش ينحيها لك من فمك حتى نحل خويا صفحة جديدة مع ربي سبحانه وإن شاء الله سمح ربي هاك تشوف اللي قاعد تنصح هو شنو يعمل ديما شادين تليفون وحدين انت تخرج ما تخرجش خويا يسير دبر فايز قاعد نعمل عرفت تقول له توا تجيب شنو قاعد تعمل مع قهوة معناها علاه تقلق انت في التليفون ساعات تقلق عندي مناعة عندي حساسية من عبيد يقعدوا بحدي يشدوا تليفون جيبش تقعد بحدي جيني ميساج نطفيهم العبيد واو بس بيوتيفول ما ترد بك طفي عبد يا دي شبيه بخص كاديكا تي طفي عبد يباو عدو حبيب دو تحكي معه فيسبوك قال لك ما انا شعر حبيبتي بتشيلي يا صاحبي بتشيلي لا ايش اقول حتى هو شهية يا معلم شهية 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 بالله بكلم مسكينة طفلة زوالية في راسها اللي تصاحبها البطة وحكت شوية سفنتني جارب شي عذبها معاه بطة صحب واحد اما حتى هو من حقه يحس صحب واحد بطة فهمت وقعد معاه ما نعرفش قديش وتصرف عليه هي هو زاد ماهوش راجل اللي مد يده في التخمة فهمتني صاير ولا هذايا هكا تماما حاجة قديمة اللي نحكوا عليها فهمت معليش قديمة ماهيش قديمة قاعدة تبكي وتزيد احنا وصلنا فهمت كي معناتها الطفل اللي ياخو معناتها ياخو فلوس مثلا من الطفلة يقولوا له معناتها ماهوش راجل وكي الطفل يصرف على الطفلة تولي هي معناتها شو تقول لي كات كل ما طفلة يتطلع هي الله يعلم بما تقول هو مش راجل فهمتني فهمت اما في تونس ديما عقلية مقلوبة حب شنو الحب في تونس حب هو فرش يا سيدي من حب الا حب هو مسرح نتاع يا سيدي من حب ويزينا من الحب الرسمي انا ما نعرفوش راس ما لا بعد حب ايه يا حبيبي
قاعد يصور. صح دروسك زرسه ولا دروسك؟ اه ربي معاه ربي معاه مسكين ماشي الدونتيس في شي ناحيه زرسه. وين باهي 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 اوكي باهي تشا صور فيا. السلام عليكم خويا سي سي ليم سلاس رابر منزلت صغير منزلت نبني في مستقبلي عندي ما نقول عندي ما نحكي اسمع حشمي بربع جاي صاحبي ولا عندي ما نقول عندي ما نوصل خليه هذاك ديما يفدلك فهمتني علينا يحكي راهو علينا ركز تحصل واللي حصل ان شاء الله ربي معاه وكاميرا راهي ما عادش باش تقص جمله واللي حس روحه خليه في الان فهمتني ديما تمشي صاحبي ما عادش تقف واللي عنده باش يقول له يحكي الربلات الربلات يا رجل الرخله شنو الرخله اي اللغه هذيا ماشي عليها في البلاد تعرفش عليها على البترول اما تصورها يا معلم كان كل واحد ياخذ حقه من البترول كيما مثلا السعوديه ولا ليبيا ولا ما نقارنوش السعوديه وليبيا هما لا نقارنوا هما حبش نقولك قولها ميسيرش تيت اما هما قال لنا احنا من الشعب تيت بلي الشعب ما يتبع كاين التيت هذاك علاش ليبيا غير ريبي ونحن بالريبي اسمع يا وليد قايت ثم واحد قال ولا لحظه لحظه علاش بنوكم تاع ليبيا تخدم غير ريبي ونحن بالريبي نحن بنوكنا بالريبي علاش احنا الفلوس اللي ما قلتليش انت علاش الفلوس اللي يخلصوا فيها الفلوس اللي يخلصوا فيها المرمشيه اسمعوني اسمع نفهم كل الفلوس اللي بها هذيك قالت له هل انت هل انت غريبه قالت له ليك هاك ورقه يا هذا ذايا خليني نمشي ننقز من فوق الصح ولا ان شاء الله تاتي لحظه هاني يا معلم ما هذا والله يفلك حمز طم واحد يمشي يا اخي شو حاب توصل يزي هات يزي هاي كيفيه ماكش قاعد تصبر شنيا كيفيه اني اغرق بالمساطة انا اغرق بالمساطة هذي مش موضوع هذي النكتة فهمتني شو نبدلوا الجو نبدلوا الجو صحيح انا نبدلوا في الجو بالله كنا في القهوة كنا في القهوة اي خاطر انا ما نجمش نجاوبه بالله هو شعب عايش من الريبي وهي ميزانية الدولة شنيا مش شراب من الدخان والتاكا تاكا ولا زكا تاكا تعرفوش كلمة هذيك هاد الناس الكل مانيش باش نحكي عليها ونشكرها وكل شيء اما راي كونترا وراي في ايديهم هما هما اللي دخلوا فيها او ميساج مثلا مثلا اما خويا رد بالك تلعب مع اللي اكسحل اسمع اي بتبيع باش نقول لك وصل ميساج شو شو الكاسة حربي راه الكاسة حربي راه سايب عليكم اللي والله سايب علينا من الحكاية دوما وسايب علينا من كل شيء خلينا نخدم نظاف خلي الناس الكل تخدم على رواحها خلي حتى اللي ما خدمش يعاود يبدا بالرسمي خلينا نوصلوا نعملوا حاجة خلينا نعملوا حاجة اعطيونا لونك اعطيونا خويا حلوا لنا مشاريع خلي الشعب يخدم خلي العباد تتحرك خلي العباد تدور علاش نصابة كيكة تخدم في الحلال دور الزيرو فهمتني يمشي وخويا كيكة في الحفص عباد شادة في العباد في الحبس مطيشة مظلومة على خاطر عامل نصبة نتاع خوخ يبيع في الدلاع ربي عينه يعلم بها ربي صباح في مرشي الجرو يمشي يجيب في سلعة ويمشي يجيب في دنيا ومن بعدك أخويا شوف شنية خرتها عادة كان ذي يخدم بالحلال وما وصلش شنية بشنية يعمل ما بشي يمشي يحرق بشي يكلو الحوت بشي يموت لا 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 فلان لا علينا فيه من نجمش نجبد اسمه أنا أما رجال رينا الكل شاهدة ردو حب يضرب بالمولوتوف ويكسر ويهدد والمشكلة الرجال في أريانا شاهدة وين حب يعمل وين وعليش خاطر معناه حب يأكلها بحليل اللقمة ديكا يمشي شنو؟ ما تجيش والله هما ممكن ما همش فاهمين حكيتنا اللي نحكيه فيها اما راو كيما قال والله بلادنا متاع كل وكل فسل باش توصل لازمك كيما تاكل توكل اما انت ما تنجمش توكل وقت اللي انت عامل نصبه بودينار ويحبك توكل واحنا ما نقدروش احنا ناس ما نقدروش هو كي ياكل مش تشبع له كرش ولازمك انت شفت نصبتك اللي تدخل فيه في شهر كامل تمد له شهرها ولا اكثر تو نمشي ناخذ تو كعبه كيك معناتها الحماص كعبتين زول كل وكل ناكلوا برجو لا تو جوك على جو والله اما تصور انا خايب اسمعني خويا سيبوا العباد خلي تعيش خلي الشباب يتحرك وين الليبرتي ريفوليسيون وينهم بالله لحظه ايش نوريهم وينهم الليبرتي والثوره ولا هيك هيك هز السماء وريهم السماء برا لا واش غادي يا شعبي لا واش تير تير بتبيعتك طاير كل يوم هاي مونتاليتي ياسر كوانسي عجبكم لمبة لاش وحقرتوا الكاليتي ياه هذا بتاع اي بتاع بتاع الناس اما كلام صحيح كلام صحيح فهمت كل حاجة في بلاصتها نحطوها فوق ريت العبد
اي عبد كتحط له هنايا يسمعها من الاول ويسمعها من الاخر ما يقعدش يسمع في الوسط. علاش؟ خاطر شعب قلوقي يقلك فيسع فيسع يسمع لك طرف من الاول تعجبه زينه يسمعوا الانسترومنتال درا شنيا تك تك تعجبه وقف من بعد ينكزك للاخر وهو عم يعدي لك في الوسط يسمع الاول والاخر ديما الوسطاني يزعكوه فهمت ولا فهمت ولا بالرسمي ديما الوسطاني يزعكوه. دونك احنا لهنا شنيا نعمل ناخذ 5 مينوت فهمت 5 مينوت هكاك العبد ما يقلقش تعجبه الحاجه يقعد يستنى الحاجه اللي من بعدها يرحم ودي فهمت. كان تحط له فيديو قد الهم حتى ريت من بعد كي يجيب يتفرج في الفيديو اللي بعدها يقول لك هذوما باش يقلقوا. احنا مش احنا المشكله ماهيش نتاع 5 مينوت ولا نتاع 10 دقائق ولا نتاع 20 دقيقه. مشكله عنا احنا معناتها عنا موضوع احنا نحكيو فيه باش نوصلوه للعباد هذاك اللي انا حبيت 5 مينوت دقيقه دقيقتين. المهم عنا المهم العباد تبدا تسمع تشوف الشباب شنيا قاعد يعاني وشنيا قاعد يشوف. انت كل يوم معناتها كل نهار يتعاود كل يوم بيده كل يوم هاي قهوه انا قمنا ما نعرفش قهوه نهار كامل قمت خذيت دخان خذيت مع شنيا مشيت تخدم عاود رجعت ما فماش حتى كي انت باش تبدا تطمح من حكايه لتو ما فماش حتى الطموح يلزم شويه تشجيع ما فماش. انت انسان تو باش يبدا يطمح الحاجه انت مثلا تقول انا باش نولي معك باش تبدا تبني في روحك بشويه بشويه وربي معناتها ديما اول حاجه واحد لازم يكون عنده ايمان بربي باش يبدا طول ايمان بربي سبحانه ايه يبدا معبي دين. الانسان اللي معبي دين ما يخاف من حتى شيء. الانسان اللي معبي دين ديما يبدا جو به يبدا حتى مع تذية حاجة بالدين مع حاجة علمية وحاجة دينية معناتها ديما معناتها اللي إنسان عنده إيمان بربي يبدأ مرتاح نفسانيا هذيك أهم حاجة. برشا معسل راحة نفسانية ماش طبيعية برشا معسل العباد قاعدة برشا تبعد على ربي فهمتني وما همش فاقين برواحهم قاعدة تشبت فيها مكاية الدنيا قاعدة يكن فيها بالسبوط فهمتني وهم ما همش فاقين برواحهم. كان زي أخويا يعيشوا بمخ نظيف راهي الناس كلها بس عليها نظف مخك والدنيا مزيانه تشوفها فهمت. العباد تو كلها تقرا فهمتها كيفاش كل واحد صحيح ماذا بيه عنده هو ما عندوش هو كل شيء ينحيوا علينا الحسد البغض الغيره باش باش يعيشوا مالا سامحني سامحني شو قصه عليك باش باش يعيشوا مالا الشعب التونسي كي مش ينحيوا البغض والحسد باش باش يعيشوا يا معلم. ايه انا مثلا ركبت لي من ما قعدتش برشا في تونس. علاش ما نحبش نقعد برشا في تونس؟ على خاطر شعب لاهي في الخو لاهي في خو فهمت. ما نحبش نعيش برشا في تونس على خاطر العباد لاهي بعضها مانيش مرتاح مانيش اليس نحب نعيش وحدي. انا مثلا ما عنديش اصحاب والله في هذايا عجبتني صح نعيش وحدي نمشي مع الناس الكل. انت شفت باش تعيش راجل في تونس معناتها تونس تولي ما فماش خير منها فهمت قسما بالله. كان جينا كل واحد قد ينظف قدام داره يزرع حبقة يحط نوار كل واحد ينظف قدام داره التونسي بالإله نتاع الخماش يا ولدي الإله التونسي. شفت التونسي كان معناتها ما شمش ريحة زبلة في النهار ممكن يموت ولا كشكش مسكين الموك ولا تصير له حكاية شبيك يا ولدي. التونسي ما غير زبلة قال لك شنو يقول لك نظافة البلاد ويلي يقوم الصباح قال لك ينحي ياك الكاغت يمشي يحطه في البوبيل ونظف الحومه وفما حتى بوبيل اسمع به كان نظف ضبطه النت وانا خسر ساقيه هو شي نظف البلاد. باش نفسر لكم حاجه لحينا حاشاكم من الزبله ومن ما نعرف شنو حاشا من اللي صار هذاك الواقع التونسي نتاعنا. باش نقول لك نظف مخك الدنيا مسيره شوفها كما قلنا ديما نرجعوا لنفس الكلام. علاش؟ يا تيجي نقدمه العلم نور فهمتني العلم نور فهمتني. اغلبيه العباد جهال تبقى تحكي وحتى ايش نقول لك حتى اللي ما قراش وهو صغير فما الانترنت فما الشيخ جوجل فما الشيخ جوجل فهمتني تدخل للجوجل كل حاجه ما تفهمهاش تفسرها عندك تراديكسيون عندك برشا حاجات لازمنا نقدمه لازمنا نجيبوا حاجه باهي لبلادنا مش فلان لاهي في فلان وفلتان لاهي في فلتان ونحيوا علينا وربي طايح فيهم من بنات الناس خويا نحينا كلمات بنات الناس وتعدى طفله ولاد حومتها يبداو واقفين 15 هذيك ما كانت مع فلان وفلتان وعملت مع فلتان والاخر يقولوا اعطيني فيسبوكها والاخر يقولوا عندك نمروها فهمتني وكلمات هذيك كلها ذنوب من عند ربي
فهمت يا خويا نحيونا علينا اللهوة وكل واحد خلي يعيش كما يحب هو يا خويا يحب يصلي برا صلي حاشا الايامات حاشا رمضان ما عادش برشا حاشا الشهر تحب تشرب برا مشي يشرب تحب شنو تحب تاع المهم ما تسرقش ما تخطفش ما تفكش حق الناس ما تنحيش حق الناس لحظه الكبارات في البلاد شنو يعملوا انا كبار يخطفوا يسرقوا الكبير ربي اما يخطفوا يسرقوا في حق العباد يا دي ربي مش لوم مش لوم اللي على الصغار ما تلومش على الكبار انت كون روحك اي بتبيع انا ذاك كون روحك اما راي السرقه اسمعني السرقه وليت حاجه يرجع سرقوا عايشين احسن عيش واحنا السرقه يا دي انا فرحان ريت هو يا دي شنو يكسب لامبورغيني لافنتادور وانا عندي بسكليت في الدار ان شاء الله حتى ترونتينات انا ندور في الدم ونخرج ونتحرك ونضحك مع العباد وندور وهو يا ربي في الشحم والروماتيزم وكليماتيزور محلول في الكهرباء ويبدا بوم بوم ستيب ستيب با 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 بوم بوم فهمتني وبعديك ربي تشوف كيفاش تجيه ما يتحسبش في دنيا وربي يعطيها من بعديك تحفيف الاخرى الحمد لله يا ربي خلينا مع ربي النهار شو تقول؟ في شنية شنية أخوان؟ عبر في العيشة يعني تعبر فيش بس عبر